حكيم، كل خضرة إلها تنسيقها الخاص على مستوى القشرة، اللبي، اللون. كيف بتتم مسألة التنسيق مع كل منتج وخضرة وخضرة تانية؟ طبعا احنا بناخذ نوع الخضره اللي احنا عاوزينه، اما في طبختنا او في سلطتنا او في تنسيق الجاد تاعنا بعد الشغل. كل نوع خضره ولها تنسيقها الخاص، ونعطيها شكلها المميز على اساس نعملها بشكل احلى وتكون جذابه للعين، ملفته للنظر، على اساس انه ترفع الشهيه عندنا وتلفت نظرتنا الها.